كاين مثلا الرفضيه ديال وجده على وجده، جامعه وجده، المشاكل اللي كانت في وجده، مشاكل كليه الحقوق، كيفاش هي الوضعيه، كيفاش هما الاستفاده، كيفاش هما الجو. اعتقد انا متاح جدا لما لاحظته بالامس واليوم من بدايه جديده في جامعه صباح النور. اعتقد ان كذلك انا متاح جدا للتضامن وللروح الجديده التي عمت وسادت علاقات السيدات والسادات هذه الناحيتين. اقول دائما ان المسؤوليه البدايه محدده في الزمن بدايه ونهايه، اما مهنه الاستاذ الباحث فحياه وطال نظرها مرة جميعا. شكرا.